تيتينا تيتينا رحمة لوالدك، ما تخلصنا من هذا اللي دا يغني؟ يعني راح نروح للبصرة على هالرنة؟ هذا مطوخ هسه فدي شوية صوته يجولك ويسكت، هواية شايفين من عنده. تيتينا وإذا ما سكت؟ لا يسكت يسكت. تكت هذولي لو يعرفون الأصول كان التزمه بالأدب. الله يساعدني أني 30 سنة بهاي الشغلة، هذه زلاطة. جيب يا بجيب سيب التكت. صار يا بصار. هاي شنو؟ شو موسخة؟ ما فقوا روحك وقع مني بالشان. أبزين مو بالمرض. جيلي شلون راح أعرف تاريخه صح لو غلط؟ عم ودعتك صح. خسران خسارة تحلف بدعتي. دي شوف التكت اثنيناتن قصيناهن سوا، دي شوف الاخوان. اخاف ولد عام. دي شوف التكت. زين يا بزين. هاك. تقدر شوية تسكت وخلينا نشوف دربنا؟ وياي؟ لعد ويا امي؟ شوية اسكت، خلي الناس ترتاح. هو انا قلت الدرب بعيد منا للبصرة. وقلت خل اريحهم. وتريحهم بالغنى؟ بلكي ما يعجبهم غناك. اللي ما يحب يوسف عمر هذا متخلف. يوسف عمر فنان كبير وعلى راسي وراح الدار حقه، واللي يريد يسمعه ياخذ كاسيت ويسمعه بينه وبين روحه، مو يفرض صوته على الاخرين. وين يا قلب وين تسكت؟ لو اسكتك بالقانون. ايه هذا يا قانون منهم؟ قانون اخ الربابة لو قانون الشرطة؟ قانون الادب والذوق العام. يلا تعال ذوقني دا اشوف طعم الشوربة. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. انا عرفت من اجى هذا بصفي درب البصرة راح يصير علي بسنة. هاي وين يا معود؟ هاي وين؟ بعدنا ما تعرفنا. على قال انزل بالمحاويل. يا بس تتعارف يا محاويل، ايدك عن هدومي، استوني متوضي. ايش شنو قابلاني نقيس؟ اذا استمريت بمضايقة المسافرين اوديك الفارقون الغنم. ما هيا جاسم حرك القطار. بعد روحي عين الله تبرى لك عيوني. اقل لك عود رد تجيب لي وياك سميتشات من البصرة. اي والله مشتهيتهن. حبيبي بقلب وينت زهرة هسه مو وقتك. يعني ببغداد ماكو سمك حتى اجيب لك سمك من البصرة؟ الله يخليك خليني منتهي بشغلي. شلون؟ ها؟ جاسم انت موش تقول لي يا زهرة انت ريحانة قلبي. شاد اجيب لي سميتشات مالت هور. اي غير حتى يردن روحتي ويذكرني بهلي. بعد روحي انت يلا روح الله وياك. هاي 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 المين تقولين يا بعد روحي؟ بوي احلى شنو ولك؟ كنت تتصنط علي؟ لا يا طايح الحظ يا ما تستحي. هاش بيك يوم كل شي ما سمعت، بس سمعت يا بعد روحي يوم انت حلت تغازني. لا يا ما تستحي يا ما عندك تربية. اوقفني اوقفني من طيحتها. شبيه هذا ما يستحي. من هذا؟ حمود. شبيه؟ شوفي الا اخابر على عمك، اخابر على ابوي يجي ادبه وان ما ادبه انا ما اظل ولا دقيقه بهذا البيت. عمه صدق كذب، ذكر الله، قولي يا الله هسه عمي هو خطيه ملتهي ويا المسافرين. والله يا ابني لو عندي ما ابخل عليك. والله يا يمه حتى فلوسه ما بطلعها. لا تربح هالمره. ساعدني الله يرزقك. تبرها مثل بنتك. يتيمة وما عندها. دخليها وروحي الله يعوض. ها خليها خليها على حساب. اشكرك يمه الله يعطيك العافيه. الله وياك.
مشكلة، السوق تعبان. الله يعوض. المهم نرجع لموضوعنا. أنت زعطوط؟ ليش مضوج هالأمك؟ إيش قلت لها وخليتها تصير عصبية؟ إيش قلت لها؟ أصلاً كل شيء ما قلت لها. شلون كل شيء ما قلت لها؟ لعد ليش دا تصيح؟ حمود جوز إن سوالفك هاي، أكبر يا أخي، مو أمك مريضة. يلا قول أنت إيش قلت لها بالضبط؟ أقول لك هي مش شافتني قام مصيح وفتح عليها. دي جوز من سوالفك هاي. تدري هسه إذا سمع حمد يجي ملصها لذانك. جكت جكت. إيه مو تدلل. والحرمة؟ ها؟ شبيها؟ مريضة؟ ها؟ داخلت من القطار؟ هسه مشي؟ ها؟ ها؟ هاي شبيك بتعرف بس ها ها؟ ها؟ التكت مال حرمتك؟ ها؟ والله يا ابويا ما ادري شو اقول لك. هاي مش حرمتي. لعد شو صير منك؟ هاي اليمي أعز من حرمتي. لا تأخرني عن شغلي، واي أكو مسافرين بالقطار. خالتك عمتك ما عندها تكت حتى قصلها. ليش التكت؟ موش بس للأوادم؟ اي للأوادم. قابل للحيوان؟ وهاي حيوانة. هاي الصخلة ليش صعدتها وياك؟ أنا مو قلت لك صعدها بعربة الحمولة؟ جاوينا وديها، وهاي حيوانة وغالية كلش عندي. بالله هذا حكيك ينعقل؟ كان خليتها ببغداد وسافرت. ما أقدر أعوف أنا وحدها. ليش ما تقدر؟ أنا متعود أشرب منها حليب الصبح. والبصرة ما بيها صخول حتى تاخذ صخلة من بغداد؟ وأنا ما أريد أغير حليبي. اسمع، بالمحطة الجاية تنزل أنت وصخلتك. يا معود يا تيت، وين تريد تنزلني انا والحيوانه؟ وانا ما عندي كرول البصره. شوف لك بيك اب تركتر مال حيوانات واصعد وياهم. تيتي تيتي ساعد الخاطري خطيه. وانت منو خلاك محامي؟ هذا خطيه وهذا ساعدوه وهذا مشي. ما تشوف البلد بده يتقدم؟ المحطه الجايه تنزل الصخله وتصعدها بعربه الحموله. شو اليوم من وقت؟ لازم ماكو شغل. ليش هو اكو شغل بالنهار مو داكو بالليل؟ الله كريم حمد، الله كريم. من الصبح ليسه ما بايع غير بس ربطه وكم شغله نسائيه. وانت تكلمت بهالشغلات النسائيه؟ ما تقلب المحل، ما تقلبه غير شيء، لو النسوان ماخذات عقلك. هاي شبيك عاتكه؟ تشكين بيا؟ لا شكم تشلب بهدوم النسوان؟ افتح دشاديش رجاليه، احذيه رجاليه. السوق كله تعبان، بس شو نسوي؟ نقول الرزق على الله. لا اله الا الله. بس انت يعني حمد هم عندك ايجار وراك لازم تدفعه نهايه الشهر، وفلوس التجار لازم تسددها مال بضاعه. والله ما ادري ايش اقول لك. خلف الله على ابويا ينزل من القطار يصعد بالتاكسي. لو ما هو كان حال الضيم حالنا. اقول لك ام وين؟ عمتي بالمطبخ قاعده وضايجه. ايش بيها؟ ها لا ما بيها شيء. خلي اروح اشوفها. ايش بيها ام الحلوه؟ ما بيا شيء. لا يما ابداعت قولي لي ايش بيك. اي مو قاعده اقول لك ما بيا شيء. احلفك ابداعت ابويا جاسم التيتي ايش بيك؟ اخوك حمود ما متربي. وزعلين من حمود؟ ليش انت ما تعرفي
كان ترضى تطنز علي. السوى يمه؟ ابنه سولف ويا ابوك بالتليفون، هو يجي تصنط علي. وشكو بيه قابل انت تحجين ويا غريب؟ يا شاشني هي من الزينات واحد يتصنط على الاخر؟ جاهزه بالكدر دعتي لي حكايه سالفه روايه ويا ابوك وما اريد احد يسمعها، شنو تصنط علي؟ حقك يما حقك، اليوم اطيح حظه. دنطيني راسك ابوسه. لك العافيه يما. يلا قومي على فراشك يما قومي. بعد انا ما اقدر اكسر بخاطرك بعد بيتي. يلا يا حبيبه. جاسم، عيون جاسم، شقد تحبني يا جاسم؟ بقد القطار. يعني ما عندك حجاية بس القطار؟ هو لو ما القطار يعطى اليومكم ثلاث أيام كان شفت هذا الوجه الحلو وصرت وكيح ولزقت لهلي وشلعت تشلع. فرحان بي يا جاسم؟ شلون ما فرحان بيك؟ كل ما تكبرين أحبك أكثر زهرة. أنت ريحانة قلبي. جاسم أبو حمد. آه صباح الخير. صباح النور. وصلنا؟ يلا يا عيني هسا احنا بالبصرة. يابا ايش قد تعبان هواية نمت. يلا عيني قوم خلي نروح دار استراحة وهناك اكمل نومتك. لا اريد اروح للسوق. يلا توكل لعد. ويش عاشت ايدك على هالشاي المهيئ. بالعافيه عمه. يوم اللي تبشرينا بالولد الصالح. الله يسمع من حلك. صباح الخير. هلا يمه. اقعد تريق. ما اقدر اتاخر على الكليه. ما يصير يمه تطلع على لحم بطنك. يوم اتريق بالكليه. يلا في مال. لا اي الله لا يضيع لك تعب يا ابني.
صباح الخير. هلا وصباح النور. ايش عجب؟ قاعده من الصبح اليوم. خايب جانا يومي يقعد الغبشك، جانا مثلك يا لغم. اليوم قاعده من الصبح حتى تستقبلين حبيب القلب التيتي. يا دهر دهرك، يا ما تستحي يا ما عندك حي حضوري. اها هو انا ايش قلت يا يوم؟ اقول لك هسه وطيح حظك، يا ما تستحي يا ما ساويت اخوتك. دقعد حمود اقعد تريق. مالي مالي زعلت يا لغام، زعلت الرقة على الشط، يا ما عندك حشيمه لا كبير ولا صغير. عمه هاي ايش فيك؟ ذي الشاقه وياك، انت ايش بالعجل تزعلين؟ اللي ولي ما يحترم، طايح حظ طايح وفق كل دهره. للبيت جاسم التيتي وصل. هلا هلا بسورها ونورها. هلا بعزيزة قلبي، جبت لك سمك من البصرة. رحم الله والديك، هسا يلا راح ترد روحي. انا قلت ما راح تنساني. شلون انساك؟ ها ما انساك. تعال 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 قعد يمي، خلي اشم خدودك حتى يروح مني التعب. ولك يا خدود، عيب من نامرت ابنك تريد تشهرني؟ شنو عيب؟ وش مسوي اني؟ شلون يريد يشهرني؟ لهدي اقول لك عيب. انا مو جبت لك سمك؟ انطيني الحلاوه. اقول لك هدني، ترى صيح شنو تشلبت؟ ولا شي يهدك من عندي؟ شي يهدك؟ البارحه بالليل حلمت بيش بالقطار. اقول لك جاسم، شنو اروح لهذا الوجه الحلو؟ ترى اجيب لنا صمونات حافظه. خلينا نتريق انا وياك والله قريب. شوف شلون تقشمرني زين، راح اروح بس ما هدك. عم تيتي عم تيتي عم تيتي، شو تريد؟ عمي وين رايح؟ راح اجيب صمون. عبالي رايح للقطار مالك بالبايسكل، يطول عمرك. بلكي تجيب وياك صمون ب 1250 خضره. ليش ما انت تروح؟ مو باح العب الطوبه ورجلي تعورت. بعد شلون هسه ركضت ورايا؟ ركضت لك رجل. تبقى طروقي؟ انا طروقي. مو عيب تحكي يا واحد وتاكل؟ يلا روح. ما راح تجيب؟ امشي. عم تيتي لقاه لقاه حمود، شو واقف هنا وابوك راح يجيب صمون على البايسكل؟ ليش ما تروح انت؟ لازم مو ثقة سليحي، لو ضيع الصمون لا ضيع الفلوس. لا وش دزو هو شنو اقوم عمر صمونه؟ شوف عيني ليش بدي هالشكل؟ ترى انا كل شيء اعرف اسوي غير حظ ماكو. لك انت لو بخير كان ابوك اعطاك السياره تشتغل بيها من يروح يسوق بالقطار، كان حصلت يوميك حب اشكالاتكم. لا عاب حلقك، لك سياره ابوك لو عندي يوميه اجيب 100,000 حب اشكال. يا معود هي مالها، هي اصلا يوميه اصلا. هو ابوك ما يعرف يشتغل،
بس يفكر بالقطار طوط طوط يخلي لنا حب اشكالات بس بس عارف شو تفتهم لك من اللي يفتهم باوع وجهك خربط هذا وجهك لمس لا والله دقم دبش راح تتعاركون ماشي بشوري خربط هذا كانك علي مرة اسكت لك لا تقول لي خربط لك علي من لك عيب عيب علي من عيب اخوان عيب احنا جوارين عيب ايش بيكم يا جوارين درم فارش بيك انت ذاك بطل بنزين المواليد ما انطاني هذا عيد بطل بنزين لو ما ابي اشافك يجي بعينه تشفط بنزين بالصندة تشفط رمضان امشي 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 خلي ولي هذا ايش بيكم ايش بيك امشي امشي دقيقة خلينا نفهم دقيقة اوقف عيني ايش بيك انت يلا يا معود خلي ولا شنو الزعطوط هذا هو خلق ابن تيتي تيتي بي تيتي والله منتهم بالحبس كذا هسه لو شايفين حبس كل واحد هسه تقعدي شويه هنا انا يمه وارتاح مو توك جيت من القطار شلك بعد بطلعه التاكسي ما تدرين بيا ما اقدر اقعد بالبيت بعدين ورانا مصرف وايجار هم حقك الله يساعدك ويعينك ويوقف لك ويوقف للجميع بعد بيتي يلا تبي روحك وسوي لنا السمكات اللي جبتها من البصره حتى يرد روحك وروحي وهاي الحبه فدوى غديلك الله وياك هذا الزلم حائرة ما أدري شو أسوي وياه ليلة ويوم بالقطار والدور عليها كلهن يروح يطلع يشتغل بالتاكسي الله يساعده عمه الله يساعده دم شمشي مشي وياه للمطبخ ساعديني خلينا نسوي السمشات مشتهينا هو يلا يا أخوي ما ظل شيء توكل يلا توكل توكل أصعد يلا يا الله يا الله احنا لازم نرجع للعلوه بدرب ثاني حتى نحمل النوب قول يا الله قول يا الله من هسه تفكر بدرب ثاني خليها على التساهيل يلا اصعد اصعد ليش طاح المحصول كله بالقاع ايش راح يلمى ليش انت ما تخاف من الله هو صوتي لو صوتك انت ما مرتبها زين وخابص نفسك تريد ترجع درب ثاني يعني طلعت صوتي ها تقول انت مو خوش السوق وانت غشيم هو اني غشيم اني قبل 30 سنه اشتغلت سايق قطار وبعدين صرت تيتي وبالفراغات اشتغل سايق تاكسي انت الغشيم قبل سنين كانت عندي سياره عنترناش يلا لمهن لمهن قطعت رزقي من الصباحيات فوق ما محصولي وقع بالقاع انه بقى انت تحكي علي بسيطه مو مشكله بس اريد اشوفها وين توصل وياك وين حلو هذا يخبل عليك هذا خذ علي بستي تنسيني الدنيا لك انت شنو ما تستحي ما عندك خوات لك هسه اذا اضربك راس جحد يقول لي ليش خير اختي هاي شكو لا اخي ماك شي مجرد سوء فهم لك سوء فهم شنو اعرفك تعرفني هذا يقرب لك اخي لا اعرفه ولا يعرفني لاحقني من بدايه السوق اللي هنا طقت روحي قلت بلكي يحس على نفسه بس الظاهر هيك نماذج ما تحس على نفسها الا بالاهانه يلا برا تفضل ما تستحي ها احمد خير شكرا هذا اللي طلع كانك حارش بالاخت لك صدق ناس ما تستحي تفضلي اختي استريحي
اي شيء تحتاجين احنا موجودين. اشكرك يعني اخي اشكرك. هذا تنحرب بنص الشارع. ليش طفيت السيارة؟ يدلوف واطلع يموت عطلنا. عم بيش عندي بايسيكل؟ السيارة بحملة زايد وما اقدر اكسر. لعد شلون؟ شارتك؟ انزل حرك الزمالي شوية خلي افوت. وصفة؟ اي والله وصفة. وصفة ابو سعيد طالع عمري اسوق الزمايل السواق تالي وقت. شو راح نخلصها وياك؟ شلون ان شاء الله ويا هذا؟ ايش وقت راح نوصل للعلوة؟ يلا فضني. الزرعات راح يذبلن وما حد يشتريهن. انت ليش عصبي وصيح؟ شوية سمي بالرحمن حتى الله يسهل امرنا. ها هسه طلعت انا السبب ها؟ هم ما يخالف. بس وصلني للعلوة يا معود. زين يا بس زين زين. اوف يا حمود يمه اوف. ولك يمه انت ما بيك فوت وما صمخت لك المكان ولك ابوك مقصر وياه. دا شوفه سود ابوك يلهط من الصبح لليل هم سايق تاكسي وهم تيتي بالقطار ورادك تعتمد على روحك ويوميا موصي واحد من ربعه حتى تشتغل وياه. بس انت يمه كل شي ماكو ابدا ابدا ما فلحت لا بشغله ولا بدراسه. خلصتي؟ خلصتي يوم قوانتك؟ كل يومين بعد الاكل وقبل الاكل عبالك وصفه مال طبيب. ولك انت ما يفيد وياك لا وصفه ولا علاج. دا روح شوف الشباب، روح شوفهم شلون يحفرون بالقاع ويطلعون الشغل منه. يوم ايش قاعد تحكي؟ هذول الجوارينا عيد رمضان بس قاعد لك شو الذبان، هو الشغل وينه؟ هاي شلون قسمه؟ زرعاتي راح يذبلن والعلوه راح تعزل واني ما عدني بالبستان. دقوم شويه ادفع لي بلكه تطلع. هسه انت عفت كل الجيعان اللي جيت على هاي النقره السوداء وفتت بيها. يماني قلت سايق غشيم. انزل عمي ادفعني، انت ايش قد تحكي؟ انا قضيت عمري كله اسوق قطار، هالمره سياره؟ يابا انزل وامري لله. يلا ادفع. وياي شبيك حال؟ اخ 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 انا عرفت اول ما اجرت هاي السياره زرعاتي ما راح توصل للعلوه. اقول له ادفع. شوف اقول لك انت ما توصلني للعلوه هاي قطنا وشيلها من ذانك. انت موش سايق ولا تعرف السوق، انت مال ركبك زمان خير من هالسياره. هاي الجرمة معود اي سويت؟ الله لا يطيق يا معود يا معود وقف عميت عيوني. الله لا يطيق اي سويت؟ الله لا يطيق العافيه. ليش 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 هسه انت ما تقول ليش قعدك ورا التاير الطامس؟ شوف اقول لك انت هالسايق زرعاتي راح يروحن وروح سعيد عزيز قلبي ازوعك فلوسهن لو يصير عرجك منتوث. كلمة صباح الخير اسمعها منك غير الدنيا حلوة تصير يصالحني يصالحني امي يوم امي. يما شبيك شبيك اثبرتني؟ هاك هاك هاي اللفة مالتك.
ها شنو يمه؟ ايش ما بيها زفر؟ ولك منين اجيب الزفر؟ اي مو انت تعرف الحال يا ابني. شو شوف يوم شو شوف؟ انتم مو جبتوني للدنيا، انتم تحملون المسؤوليه مالتي. يمه كل هاي السنين تحملت وكبرتك وصرت رجال. امي حتى لو صرت رجال، ايش وقت ما اتزوج ويصير عندي طفل ذاك الوقت اصير مسؤول عليه. يمه هم اصدق؟ اصدق اشوف هذا اليوم اللي تصير بيع الريس وتتزوج؟ ايش وقت ما اقل بنيه تلوق لي عود اتزوج؟ يما عيودي اني اندل هاي اللي تلوق لك. لا تتعبين نفسك يوم ودعتك انت. انا ايش وقت ما تطخ ببالي اني القى فتاه احلامي، وثاني شيء انا من اطلع بالشارع دق معجبات عليه غير انت ما تدرين. هسه خلي اروح رمضان بلكن نحمس نمشيش كباب. خلي اشوف الحبس يا معودي. يلا عاد مو زرعات الذبله انه ما حد يشتريهن. بس شويه اسكت من ورا النقباتك الامور ما جاي تسهل. يلا فضنا تردي علي. أمونة إيه الأسباب؟ احكي معي أمونة. أوفني لا تحكي وياي ولا كلمة. على كيفك على كيفك شاء الله ما رديتي علي يا أمونة. طبعا انت شهمك هسا مثلك جهالهم بطولهم وانت قاعد ومقابلني لا شغل ولا عمل. يما الله يخليك الله يخليك، من مات أبويا لحد الآن ماكو شغلة ما اشتغلتها، بس شو اسوي حظ ماكو، وجمال اني لا ادخن، لا اشرب، لا اسهر. ها هي، هم عايزة تشرب، هو ابوك شموت غير الشرب. عمي ابو حمد، عمي ابو حمد. الله يساعدك عمي ابو حمد، خير؟ خير ايش بيها سيارة؟ سيارتي طمست بنقرة. سحبني تراكتر وشلع الدعامية. لا عمي فدك بالحفار بالطين غير دير بالك. الركض ورا العيشة يشوفك كل شيء. عمي إذا أنت تريد شيء تراني حاضر. مشكور بارك الله بيك. لك حرامات هاي السيارة لو عندي أطلع منها فلوس يا أبو فلوس. إميلة هي عاوية كلها عطلات. راح لك انطي الخبز الخباسة. امشي امشي. شنو دعمتها؟ بتستحي؟ شنو أنا جاهل أدعم سيارة؟ يلا امشي روح جيب الاسباين وجيب العدة حتى نشد الدعامية. فهمني أجيب الغراض شلون شلعت الدعامية؟ شنو ضربتها بالجيم؟ لك أنت شنو تتحقق وياي؟ امشي جوا امشي امشي. على كيفك عين على كيفك، هما صار عصبي وهما دعم السيارة. امشي جيب الغراض أخلص من أبو المخضر هالمرة. أنت لك شنو الحين؟ اخر مره حمق شي. ليش وقفتني من السمك؟ مو تدري بي انا احب السمك المسكوب؟ لك ودعتك مو قصدي. هسه شلون؟ لازم اكل سمك انا. شوف هذا البطراني اكل سمك، لك هاي اقل سمكه ب 20 حبشكل يعني ب 20,000.
عندي خطه. راح اقول لك شنو، راح اجيب لك خبزه تاكلها ويا الدخان الريحه باكل سمك مسقوه. بس باوع انا جتني فكره زينه. شنو؟ خلي نسال، لا تستعجل، مش وراي. لك باوع عيدك باوع. هاي سمك. لك باوع عشان يلعب. ثواني يلعب. عموجي بايع مو عبال عبالي تمساح. لك يلبس يلبس يلبس. هذا السمك الزين، لك هذا الاكل الزين. اي بس شنو الفايده؟ العيد قصيره والعين قصيره. لحد لسانك يا ولد ايش فيك؟ طيب سبانا 16. اي ابي سبانا 16. سبانا 16. سبانا 16. سبانا 16. سبانا 16. اي هاي اكيد 16. هاي سبانا 16 يا ابي. لك هاي 16؟ هاي 8. امشي. ليش صحيح عليه؟ لك انت ليش صحيح عليه؟ قيدني براسك. يا ابي طول عمرك شارع قلبي. بس يصيح بس يصيح بس يصيح. هاي ايش بيك ولد؟ حسكم واصل لراس الشارع. هذا رجلك ما ينشغل وياه. لا يا ما تستحي، ولك مش عيب عليك الا انت طول عمرك لسانك اعوج. سمعت ابنك يا جاسم؟ سمعته؟ مش اقول لك هذا ابنك ما ميدب وما مربى، تقول لي لا خطيه تحمليه. لذيذ النوم والراحة والكسل. جاكم قطار الليل هيا إلى العمل، واترك لذيذ النوم والراحة والكسل. عمي يا تيتي أرجوك رايد أروح الكركوك. والله حرت وياكم عوفوني أترجاكم. مهمومان وتعبان رجلي مثل المكور. نازل 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 يا قطار الشوق، نازل غايد يردنا فوق من المحطة فوق يمتي وان قريتنا. نازل يا قطار الشوق، نازل غايد يردنا فوق من يا تكسي تأشر لا تلعب تعبان، يا تكسي تأشر
تعال.